السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير أخواتي، ربي يحفظكم وإن شاء الله تكونوا بخير تما وليداتكم. الفيديو تاع اليوم هذا باترون تاع فولار تاع الشعر، هذا هو كما راكم تشاهدوا هنايا في الطول تاع الرأس، يعني من عند الأذن للأذن 46 سنتيمتر، وهنا يعني خلف الأذن راح نشوفوا 7 سنتيمتر. وبعد ما نقيسوا هذه المسافة يعني نثنوا القطعة على 2، وهذاك الوسط نحسبوه أو يبان هنايا القياس تاعه. راح نكتب لكم القياسات كلش، 31 سنتيمتر، ومن هنا في الأطراف تاع الفولار هذاك المثلث 34 سنتيمتر. تاخذوا يعني أي قماش تختاروه، أنا درت قماش للقطيفة لأن يعني الشتاء راه دخل علينا، نحتاج فولار تاع قطيفة. اللي تحب ديرها بالساتان ديرها بالساتان، كل واحد وش يختار. هنايا نعدت لكم بانه تثنوا القطعة على 2 يعني ترسموا هذوك الخطوط تاع 34 سنتيمتر. وهذه هي، انا قطعت الفولارة تاعي، يعني ما حبيتش نطول عليكم الفيديو. ها هي اللي خذيت كل القياسات والقماش، يعني نتوما اللي يحب يدير بالقماش هذاك تاع القاطونة كيما يقولوا، ولا هذا تاع القطيفة كيما تحبوا. يعني وتثنوا وهاد القطعة كذلك، وهاد القطعة 30 × 6 سنتيمتر، يعني طول 30 والعرض 6 سنتيمتر. واللاستيك القطعة تاع اللاستيك تحبوا تستعملوا اللي يعني اخشن من هذا، انا شريت هذا فقط. العرض يعني 2 سنتيمتر والطول 13 سنتيمتر. يعني كل شيء راه واضح في الفيديو. راح ناخذ هذيك الفولار وناخذ يعني الدبابيس ونديرو يعني ثنيات هكا، نديرو كفة صغيرة في هذيك الفولار، نعينو بالدبابيس واللي خياطة محترفة يعني راح تخيطها لأنه يهرب هاد القطيفة كشغل كون ما تشديها شوية. ونخيطوها في الماكينة، يعني نخيطو كل الجوانب تاع الفولار. كلهم نديرو لهم مايا كفة وكفوا كل الجوانب. نروحوا على آلة الخياطة، آلتي الصغيرة العجيبة. هنايا تخيطوها، هذه سريعة شوية الى نديروا التوازن بين الرجلين وبين ما تضحكوش عليا، انا مانيش خياطة محترفة، يعني خيط فيها مرات يعني قليلة زعما. مرات تقطع الخيط، مرات كل خطرة وكيفاش. ها هي بعد ما خلصتها
نجيب كذلك القطعة الأخرى، راح نثنيها على اثنين وندير لها كذلك كفة هكذا، ندير لها كفة هكا، ثم نقلبوا القماش بعد ما نكملوه. بعد ما قلبتها نجيب هذه القطعة تاع اللاستيك، شدوا اللاستيك من جهة باش يعني ماشي تركبوه من بعد يهرب لكم. يعني سهلة جدا، يعني فقط من التصوير يعني يشد شوية. في بعض المرات كان يعني يطير الخيط ثم نعمر ثم شدتني، وما هي ما تشدش اليد. هي مشروع مربح جدا، يعني اللي تحب تعمل مشاريع شتوية يعني خياطتها سهلة جدا وبسيطة، أي وحدة مبتدئة تقدر تعملها. إن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو وكلكم تعملوا فولارات شتوية. على بالي بلي شاطرات، خصوصا اللي عندهم ماكينة الخياطة يقدروا يخيطوها. ونثبت بالليزيبانك لهاد القطعة تاع اللاستيك باش ما تهربش. نثبتوها هكذا بالدبابيس من ناحيتين ونخيطوهم هكذا. بعد ما خيطتهم الخط هذاك يعني اللي خيطنا منه وقلبناه لازم يكون يشوف في الوجه، ما يشوفش في نقلبوا على الوجه تاع القطيفة ونثبتوا في هذوك الأماكن اللي من جهة الأذنين. أنا للأمانة بعد ما قستها يعني اللي كل واحد والمقاس تاع راسه جاتني شوية شوية مرخوفة، اللي كل واحدة وعلى حسب كاينة عندها الشعر كثيف يعني تشدها لها الفولار، يعني شكلها مريح ما تبقوا تحزموا فيها ما والو. هكا يعني نعدكم بأنه تقلبوا هذوك الخياطة تبقى عندكم في الوجه، ثبتوها هكذا كذلك ونخيطها في الماكينة يعني بسهولة. وهي واجدة بعد ما خيطتها، يعني شكلها جا رائع جدا. ان شاء الله انتم كذلك كما عجبتني انا تعجبكم وتنال رضاكم. واللي عجبه هذا الفيديو ما ينساش يحط لي لايك، واللي دخل جديد مرحبا بيه يدير لي سبسكرايب. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو بعد ما طولت عليكم هذه الفترة ما حطيتش فيديوهات. وسلامي لكم جميعا صديقاتي، في أمان الله، مع السلامة.